اكيد كما تعلمون كانت مبرمجه اليوم واحد الوقفه احتجاجيه ديال الاخوان ديال القطاع النقل الدولي للمسافرين والبضائع والارساليات، ولكن الحمد لله كان اجتماع البارحه كان واحد اجتماع موسع مع السيد عامل العمالات مقاطعه سيدي عثمان اللي صراحه كان جاد ومسؤول معنا في هذا الحوار، والحمد لله من خلال هذا الاجتماع كانوا مخرجات اللي هي مهمه جدا. على اثر هذه المخرجات تم الغاء هذه الوقفه، وهذه المخرجات كان اتصال من وزاره تجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بالاخوان وبعبد ربي بحكم انها الوزاره الوصيه بتنسيق مع وزاره الخارجيه على ان ان شاء الله اخوان العالقين بالديار الاوروبيه طلبوا منا ان باش نزودوهم بالوثائق كامله الاخوان اللي عالقين بالديار الاوروبيه، وغادي ان شاء الله يبداو العمليه ديال الدخول ديالهم في خلال هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل ان شاء الله. اذا نحن كمسؤولين نقابيين تمنا كل العمل اللي قمنا به وقامت به وزاره التجهيز والنقل واللوجيستيك وكذلك السيد عامل عمل مقاطعه سيدي عثمان اللي دائما كان حاضر معنا ومواكب معنا كل المشاكل والاكراهات اللي كيعانيها القطاع، ولكن كان هذا كان البرق الملغول جميع الاخوان المهنيين، وكنهنئوا انفسنا ونهنئهم ان شاء الله على اساس ان في الاسبوع خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم الاخوان غادي يدخلوا الارض الوطنيه ان شاء الله وغادي يستنفوا العمل ديالهم ان شاء الله في احسن الظروف.